فينا هو والمسؤول فينا هو حسان بوشران منسقة جهوية لجهة الدار البيضاء سطات للممرضين وممرضات ذوي تكوين سنتين ضحايا المرسومين 1993-2017. اليوم كتشوفوا كيف كتشوفوا جينا نظمنا وقفة تنديدا واحتجاجا على ما وقع للممرضة من عدوان همجي وحشي أثناء ممارستها للعمل. سبب ذلك أنها لم ترضى بأن السلطات ترهب وتضرب المتدرب المتطوع، فكان جزاؤها الصفعات من طرف السيد القائد. السيد لاش غنقول لك الحالة النفسية لحد الساعة، كون جيتو شوية غتشوفوا الحالة النفسية كيفاش دايرة، ما تقدرش تتهضر. يعني ما تصوريش الحالة النفسية ديالها كيفاش متدهورة إلى حد الساعة. نددنا بهاد الواقعة، ما قبلناش هذه الإهانة، ماشي غير الأخت ديالنا، إهانة للجسم التمريضي كامل اللي ضحى بنفسه من نهار بدات الوباء كورونا. وزارة الصحة لا جبت تقول، اما بخصوص ان الجسم التمريضي، ان صفع الجسم التمريضي كامل اللي ضحى بوقته بصحته نهار وباء كورونا، منا ضحايا كثار اللي ماتوا بسبب كورونا ضحايا الواجب. وصاحب الجلاله نادى بتثمين جهود الوزارة الصحه، العكس كنلقاو بان السيد القائد جزاها بصفعات. لحسن الحظ ان هذا مثال حاله خاصه للسلطات، ولله الحمد من نهار بدات الحمله التلقيح حنا كنعملوا في تعاون بين وزاره الصحه ووزاره الداخليه عندهم لونغوجيستمون والتنظيم، وحنا عندنا التلقيح كنعملوا يد في يد. الامور غادا دايزه مزيان من 28/1/2021 نهار اللي بدات عمليه التلقيح، الا هذه الواقعه هذه كانت حاله خاصه ولله الحمد انها حاله ما يمثل الا نفسه. بالنسبه لكم كتنسيقيه ديال الممرضين والممرضات، شنو هي الخطوات اللي درتو وشنو هي الطلب ديالكم للوزاره؟ بدينا بالتنديد عبر وسائل مواصل التواصل بوقفات، الى اقتضى الحال نقدروا نحن تابعين رغبات الاخت ديالنا، الا بغات توصلها قضائيا حنا معاها قضائيا، اي حاجه بغاتها الاخت ديالنا حنا معاها قلبا وقالبا. في هذه المناسبه حنايا كنبغينا نوصلوا الرساله ديالنا لوزير الصحه انه يفتح تحقيق ويرد كرامة الممرضة، وكرامتها هي من كرامة وزارة الصحة وكرامتها من كرامة الشغلة الصحية كاملة. رسالتي لوزارة الوزير الداخلية أنه يحدد من مهام السلطة. السلطة الدور ديالها محدد، ما عند خط أحمر أنه يدخل قاعة التلقيح. قاعة التلقيح ميدان للممرض وللطبيب. هو السلطة عندها لونغوجيستمون والتنظيم، كل واحد عنده الدومين ديالو، خدم بالدومين ديالو، ما عندوش انه يمشي انا غادي نخرج ننظم كممرضه غير كنلقح. هو نفس الشيء الدور ديالو يدير لونغوجيستمون وينظم المواطنين. وهذه الواقعه للاسف انها تسبت في انهيار نفسي لنا كاملين، هذا غادي ياثر سلبا على عمليه التلقيح، وحنا خصنا نخدموا وحنا بروح معنويه مرتفعه. للاسف هاد ثلاث ايام ما نقولكش كنا نفسيتنا ما يعني خايبه، اليوم احنا اضربنا عن العمل باش نوصلوا رسالتنا الداخليه او وزير الصحه باننا حنايا مستعدين للواجب الوطني، ولكن ماشي على كرامتنا. كرامتنا راه هي راس مالنا، لا مشات كرامتي راني مت احسن ليا. ونطمئن المواطن بان التلقيح راه كامل، يعني لا كان شي تاثير اليوم في العدد المستفيدين غدا كنعوضوه. يعني المواطن العكس خاصو يساند هاد الاخت، حتى شي مواطن ما يبغي بنته او لا مراته مشات تخدم وتجي في حاله نفسيه متدهوره، حتى مواطن ما يبغي ولده مشى مسكين غير متطوع رجع انه باتل في الحبس انه دابا مهرس لي الانف ديالو. يعني المواطن العكس خاصو يساند هاد الاخت ويساند هاد الابن ديالنا اللي مسكين جا غير متطوع وفي الاخر شنو وقع عليه. يعني بالنسبه لهذا الحدث هذا شكون غادي يقدر مازال التطوع؟ هو مسكين جاب غير متطوع، يعني اش غايقول لك انا نمشي نتطوع نستقبل في الحبس يخرج على المستقبل ديالو؟ يعني كان اول درس ان المتطوعين ما غاديش يبغيو يتطوعوا، الا ما كانش السلطه خاصها تحميني نورمالمون في اسوار العمل، ماشي السلطه هي اللي تضربني. للاسف هذا مثال سيء للسلطه. استاذه بالنسبه شفنا لا فيديو ديال الدريه تتبكي وتعدينا عليها، وشفنا بعض الزرعات مرميين في الارض وكاين اللي تهرس، واش كاين شي خسائر مع العلم انك من البلدان ما لقاوش التلقيح؟ غير باش نقول لك حنا عندنا الجرعه التلقيح عندنا راه كنز ثمين، راه تنحسبوا بالقرعه وختها.
يعني حافظين عليه واحد يعني غير تهرس لك وحده كدير ان رابور بان تهرسات لك. ولكن للاسف هذا الشخص هذا ملي بداو تيضربوا في المدرب المتدرب راه جمعوا عليه شوف شحال من واحد يعني هذاك هو السبب لان خلى داك الجرعه تطيح في الارض وتضيع هكاك. ماشي متابعه من وزاره الصحه على هذاك الشيء اللي ضاع؟ ما نقدرش نقول لك هذا ما نقدرش ما لحد الساعه ما سمعناش لا كان شي حاجه ما سمعناش لحد الساعه. لا هذا بابا عام نعم للكرامه غالي الظلم نعم للكرامه كرامه ممرض خط احمر.